دين تونس. أنا أتبنى أطروحة أن روسيا دمرت سوريا، بل وأؤمن أن السبب الرئيسي في خراب سوريا اليوم هو تدخل روسيا العسكري. فلو كانت روسيا تريد خيرا بسوريا لما تسببت في خراب مئات ملايين البيوت وتهجير العديد من المدنيين وقتلهم، وهذا وفقا للعديد من الإحصائيات التي تؤكد كلامي. ومن الغباء الظن أن روسيا تدخلت في سوريا فقط لكي تفرض السلام، فلو كانت تريد السلام لتدخلت في فلسطين وبورما والعديد من المناطق الأحق بالتدخل. وإن كانت روسيا تحارب الجيوش المعارضة بسبب تدميرها لسوريا فهي لا تختلف عنهم في أفعالهم الإجرامية، وهنا الغاية لا تبرر الوسيلة، لأن هناك طرق ذي بالواسية وسلمية لفك النزاع في سوريا.